نقل عدد من السوريين منشآتهم التجارية كمحال الألبسة والمطاعم والكونسروة إلى مدينة ريحانية كبديل عن مدينة أنطاكيا التي كانوا يقيمون فيها قبل الزلزال. ويعاني السوريون في مدينة ريحانية من صعوبات عديدة رافقتهم مع بدايتهم الجديدة. على مدار 6 أشهر الماضية عمل عدد من السوريين على نقل منشآتهم التجارية وافتتاحها من جديد في مدينة ريحانية، وذلك بعد خسارتهم لها في مدينة أنطاكيا. فما هي الصعوبات التي تواجههم في بدايتهم الجديدة؟ فلنتابع. بعد الزلزال فترة أيام كان في أفكار كثيرة مشتتة إنه نطلع أسطنبول، أنقرة، ريحانية. فريحانية كانت الأنسب لأنها من ناحية بضاعتنا ومن ناحية شغلنا إنه فيها تجمع سوريين أكبر من باقي المدن، وبضاعة محلية قريبة على نمط السوريين. فبعد جينا على الريحانية دورنا على محل كان فيه كتير ضغوطات أثار الزلزال وكذا وأهل وما شابه. بحثنا كتير عن المحل، دورنا كتير عن المحل بسبب تضخم الأجار وتضخم العملة في تركيا، فكانت الأسعار كتير مرتفعة. والحمد لله بفضل رب العالمين كان في شخص تركي كتير ساعدنا، والحمد لله هو صاحب المحل نفسه. الصعوبة الأكبر اني لقيتها بريحانية، الأزواق أنطاكية غير أزواق ريحانية، الناس اللي في أنطاكيا غير ناس هون. كان عندي ركيزة قليلة في ريحانية من زبائن، كان ياخذ عندي بضاعة ويجيبها لهون، وهذا الشيء ساعدنا كثير فكرة على فكرة. يعني زبون كان يعرفني أنا في أنطاكيا، صرت في ريحانية صار يجي لعندي تماما، فصير يقول لجارته لجاره لقرايبينه إنه صار محل شام اسطنبول موجود هون، هو محل اسمه شام اسطنبول. صرنا نجيب أشياء جديدة على المحل، على نمط ريحانية، نمط أزواق الناس في ريحانية. فالحمد لله فضل رب العالمين من أول فترة شهر شهرين انطلقت. طبعا أنا بداية محلي كانت في الشهر الرابع بداية رمضان، والحمد لله رب العالمين فضل رب العالمين أنه فورا انطلقت ببضاعة جديدة اختصيت في نوع معين. أول شغلة تدمر محلنا بأنطاكيا، يعني طلعنا فتلنا بس ما لقينا أنسب منطقة، لقينا منطقة الريحانية كثافة سوريين ولقمة هون، يعني منتجاتنا أغلبيتنا هون مشتغلة. رجعنا فتحنا هون بس في صعوبات كتير كتير، يعني هون أجارات غالية كتير، أجار البيت، أجار المحل كله بيكسر الظهر. يعني نحن سكرنا بالشهر الثاني ضربنا الزلزال، هلأ جينا عم نفتح بالشهر الثامن، في فرق بالأسعار كتير كبير، يعني الأسعار دبل. يعني كنا نبيع زيت الزيتون قبل الزلزال ب70-80، اليوم كيلو زيت الزيتون ب160 ليرة، بس هي صنف واحد عم حكي. يعني بضاعة كتير غالية وكثافة سكانية وشغل كتير قليل. هلأ نحن كاسمنا تحت بأنطاكيا الحمد لله أخذين اسم، جينا لهم ما تعذبنا نبني اسم جديد، لو فاتح باسطنبول بجوز اتعذب لو، بس أما منطقة قريبة ما تعذبت الحمد لله، يعني فوريا الحمد لله انطلقنا. بس أما يعني لسه بدنا، يعني صرنا شي 20 يوم فاتحين، 15 يوم الحمد لله، قايلين يا رب وإن شاء الله عسى ولعل خير. وينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور من الريحانية. مرحبا بك عبادة. في البداية نتكلم بشكل تفصيلي عن الصعوبات التي واجهت التجار السوريين في انتقالهم من أنطاكيا إلى الريحانية، ولماذا يوجد كثير من الصعوبات خصوصا بأن أنطاكيا والريحانية ليست باختلاف عن بعضها كثيرا؟ نعم أصلاً حقيقة، يعني بالدرجة الأولى الصعوبات التي تواجه السوريين بعد يعني تدمر منشآتهم تقريبا بشبه كامل بأنطاكيا هي المكان. يعني هنا في مدينة ريحانية هي مدينة أصغر بكثير من مدينة أنطاكيا، وهذا الأمر الذي يعني واجه من خلاله أغلب التجار وأصحاب المحلات الذين أرادوا نقل منشآتهم إلى هنا هو المكان. يعني لا يوجد أماكن متاحة يستطيعون افتتاحها من جديد وإعادة تأهيل منشآتهم التي تدمرت في أنطاكيا، وهذا حقيقة يعني هذه الصعوبة الأبرز التي واجهت أغلب الأشخاص الذين سألناهم والذين يعني نشاهدهم اليوم. حقيقة قسم كبير منهم ينتظر إلى الآن بعد حوالي 6 أشهر من الزلزال ينتظر الحصول على مكان دكان أو منشأة يستطيع من خلالها إعادة افتتاح محله. هذا الأمر بالدرجة الأولى. أيضا يعني أصلاً اختلاف الأجور، خاصة أن الفترة التي مضت يعني بعد الزلزال إلى اليوم حوالي 6 أشهر، هذه الفترة كان هناك تضاعف كبير جدا ب يعني الإيجارات، إضافة إلى أسعار المنتجات. الأشخاص الذين فقدوا محلهم في أنطاكيا اليوم يعودون من جديد إعادة افتتاح هذه المنشآت في مدينة ريحانية، لكن بأسعار يعني أغلبها مضاعفة. هذا الأمر حقيقة يسبب لهم يعني صعوبة جدا كبيرة، خاصة أنهم يعني هم بالأساس فقدوا وهم
بالأساس يعني لديهم يعني حقيقة خسارة كبيرة جدا، وإلى الآن يعني قسم كبير من هؤلاء التجار لم يعوض حقيقة لا من الحكومة ولا من جهات أخرى، وهم يعودون يعني يعيدون افتتاح هذه المحلات بمجهود شخصي، وهذا الأمر حقيقة يعني يسبب صعوبات ومشقة كبيرة عليهم، خاصة يعني أن هناك قسم من هؤلاء الأشخاص يعتمدون بشكل كامل على هذه المنشآت، أصحاب محلات الملابس أو محلات الكونسروة أو حتى المطاعم، هم أشخاص سوريين يعني افتتحوا هذه المحلات سابقا في أنطاكيا، وهي يعني تعتبر جميع ما تمكنوا من ادخاره خلال السنوات الماضية كانوا وضعوه في هذه المنشآت. طيب هل الحديث عن يعني عن هذه القصة مثلا، قصة الانتقال، هل يتحدثون بعد يعني بعدما التقيت معهم، هل وجدت أن لديهم نية مثلا بالعودة أو انتقال إلى مدينة أخرى، مثلا بالعودة إلى أنطاكيا بعد لملمة جراح الزلزال، أو بالانتقال إلى مدن أخرى مثلا مثل غازي عنتاب أو حتى اسطنبول، أم فقط خلص هذه هي النقطة التي يتم وضع كل المشاريع بها، لا خيار فعليا غير الريحانية؟ يعني حقيقة أصلا بالنسبة للسوريين أصحاب يعني بطاقة الحماية المؤقتة، يعني هم مفروض عليهم حقيقة البقاء أو العودة يعني في وقت لاحق إلى ولاية هاتاي، فهؤلاء الأشخاص اختاروا مدينة ريحانية لأنها المدينة تقريبا هي المدينة الوحيدة في هذه الولاية التي سلمت بشكل كامل ولم تتعرض لأضرار بسبب زلزال السادس من شباط، فهي يعني خيار وحيد وأيضا يعني شبه مفروض على هؤلاء الأشخاص، خاصة أن يعني هناك حوالي 11 مدينة كبرى أيضا في يعني ولاية هاتاي لكنها تقريبا شبه مدمرة، يعني أصلا هناك أشخاص حقيقة ينتظرون أنطاكيا، حتى قسم منهم عاد لكن بشكل بسيط إلى أطراف المخيمات التي بنيت والتي بنتها الحكومة التركية، أو أيضا يعني إلى بعض الأحياء التي كانت فيها ضرر جزئي، هناك أشخاص سوريين عادوا إلى تلك المناطق ويعني عادوا افتتاح منشآتهم، قسم من السوريين الذين يعني استطاعوا الانتقال إلى ولايات أخرى أضنا أو مرسين أو غازي عنتاب انتقلوا، لكن يعني حقيقة كان هناك مشكلة في الانتقال بأن هؤلاء الأشخاص لديهم بطاقة حماية مؤقتة صادرة عن ولاية هاتاي، وهم يعني بعد فترة يعني اليوم لديهم إذن سفر لكن لديهم تخوف أنهم بعد فترة سيطلب منهم العودة إلى هذه الولاية وسيخسرون أيضا مرة أخرى هذه المنشآت، فهم فضلوا يعني الانتقال بشكل كامل إلى مدينة ريحانية التي يعني هي مدينة أساسية في ولاية هاتاي، ويعني هي قريبة أيضا من مدينة أنطاكيا ويعني توفر فيها تقريبا جميع الأمور التي تهمهم، لكن حقيقة أصلا هناك فئة كبيرة من السوريين انتقلوا إلى مدينة مرسين وهي اليوم يعني تعتبر مدينة أساسية لهم، قاموا بافتتاح منشآتهم، لكن يعني بعض السوريين يحملون الجنسية التركية وبعض أيضا لديه أذونات عمل أتاحت لهم الانتقال إلى مدن أخرى في الداخل التركي، لكن الأشخاص الذين يمتلكون بطاقة الحماية المؤقتة إلى اليوم الخيار الأفضل لديهم هو مدينة ريحانية. أشكرك كثيرا عبادة منصور مراسلنا من الريحانية.